استاذ جمال. همزين شفتك استاذ جمال. خير اكو شيء؟ ردتك بموضوع اقدر احكي وياك؟ هي قولي. البارحه جتني ست رحاب. هي قالت لي. بصراحه انا خفت عبالي انت حاكي لها على موضوع زوجي، بس بعدين عرفت انت كل شيء ما حاكي لها. انت مو قلتي لي لا تقول لحد؟ اي، وأنا حبيت أشكرك. أقول يعني هو كان يضربك يضرب البنات يعذبكم؟ لا بالعكس، كان كلش طيب وحنون. ترى أنا هم مثلك، ما عندي لا أخ ولا أخت، بس أبويا وأمي الله يرحمهم آخر أيامهم تمرضوا وتوفوا قبل ما أتزوج. حتى فاتنهم كانت يتيمة وأنا كنت السند إلها. شوف هسانة وين صرت وبيا مكان. سي من واجبها كزوجة تسأل عنك، يعني تيجي تزورك طمنك عن بناتك. أنا آسف، مو قصدي أضوجك أو أغفك. أنا هم أقول معقولة هيك واحد ينحكم 20 سنة تهمة القتل والاغتصاب؟ أستاذ جمال، ما أريد أحد يعرف بهذا الموضوع، ما أريد حتى بناتي يعرفون ولا حتى ست رحاب. الله يخليك أستاذ، لا تحكي بي. فاتن، بس أنا رايدك. أستاذ جمال، الظاهر أنت فاهمني غلط. لا 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 لا، بالعكس، أنا رايدك بالحلال على سنة الله ورسوله. وبعد كل اللي عرفت عني تريدني بالحلال؟ لأني عرفت عنك كل شيء أنا رايدك. بعدين أنت بنت أصول، وأنت الزوجة اللي أنا أحلم بيها من زمان. بس أنا بعدني متزوجة وما مفكرة بهذا الموضوع. أنا كل تفكيري عايش بناتي وأمن مستقبلهم. لا تخافين، أنا يمك ويم البنات، ماكو مشكلة. ها، أقدر أعتبر سكوتك هذا هو موافقة؟ أستاذ جمال، أقدر أطلب طلب منك؟ أنت تأمرين، قولي.